فرصتي الوحيده اني ابقى قريبه منك. ما تجيش الا وانا شكلي كده. انت ايه اللي وصلك لكل ده؟ رحت ازاي للسكه دي؟ ولا مين اللي خدك ليها؟ انت. انا خليتنا يأس منك ووجع اليأس ملوش دواء. انت هتقومي وهتخفي. هتخفي يا فوتنا، لازم تخفي. انا مش عيانة عشان اخف يا خميس. انا غرقانة في بحر غويط طبشت فيه ياما، في الاخر رماني على شط بعيد لا تايلة فيه موت من حياة. زي ما عشت عمري كله متشعلقة في حب، وانا لا طايله في موت ولا حياه. قومي يا فضل، قومي ودوسي على كل ده وشبي على ايدي واشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فضل وخدي كل نفس تطولي من الدنيا واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراها. شدي عود المفوتنا من تاني وردي فيها روح. قومي يا فوتنا وذاكري وانجحي، كملي اللي ناقص فيا. انجح وانا خلاص تعبت، ضاع مستقبلي. الله يجازي اللي كان السبب. أنا ماليش دعوة. أوعي يكون لك دعوة. أنا خايف عليك من دعوة واحدة زيهم أو واحد زي أبويا. بيقولوا دعوة الغلابة مستجابة. يا رب ما تطولك. يا رب. يا معلم زيادة حبتين. حقي في ايه يا معلم؟ سر الخلطة اللي اديتها لنا. خلطة أفندينا جاب الزبونها في يوم وليلة وخيرها رمى كتير. طب ودول يطلعوا كام يا معلم؟ العدد في الليمون يا ست شوق. وبعدين يعني احنا المفروض ما بقاش بيننا وبين بعضينا الكلام ده ولا ايه؟ دول باين عليهم كتير قوي يا معلم. شو سيبها تفرح يا معلم وتفك عن نفسها. بس احنا الوعد اللي كان بيننا ما كانش فلوسه بس يا معلم نوح. المعلم النوح طول عمره عنده وعد يا معلم ابو سنه. شوف يا معلم، انت اديتنا سر الخلطه وحقها وصلك وزياده حبتين. ينقصنا سر افندينا عشان تركب انت مكانه ولا ايه؟ قال لي اوان تروح له بقى يا معلم علشان نخلص من الليله دي ونفوق لاكل عيشنا. انا اقصد كل خير. هو احنا لينا يا راجل الا الخير؟ وبعدين ابو سنه، اقصد المعلم ابو سنه هو اصل مزاج الخير.
وعشان ده يحصل يا معلم افندينا يلزمه يمضي استمارة 6 من السوق، وساعتها يبقى مبروك على السوق كله رجوع المعلم ابو سنه لي. وشرف امي اللي خليك تتمني الموت. الحقوني الحقوني. الحيك صرخي صرخي. عايز ابوك يسمع صريخك من هنا والمصحف نخليه يبوس جزمتي عشان اعتقك واعترفلك يا فريده. هقتلك ورابط. الحقوني ارحميني ارحميني. بتقتل ضناها ما تستاهلش الرحمه، تستاهل الموت، وانا هقطع من جسمك نسايل نسايل. زوز امر ما عليك. البنت دي تتحبس، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا شمس ولا هوا لحد ما نشوف لها تربه ندفنها فيها. امر يا فندينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. البني آدم بطبعه طماع، وأول ما يعض يهبش الإيد اللي اتمدت له. ليه كده يا خميس؟ ليه؟ ده معاريك اديته فرصة عمره. بس أنا عاوز أسأل معاريك سؤال، أنت ليه مش مسلح رجالتك بدل ما تخلي الكلاب صوتها يعلى وتعوي في بيتك؟ أنا مش رئيس عصابة يا نوح. عفو عفو معاليك، انا بس خايف. انا مش جايبك هنا عشان تواسيني، انا جايبك عشان مأموريه محدده. وانا خدامك يا باشا. تعمل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يلا دوس خليك انت ابراهيم. في ايه؟ يلا يا متر تعالى معانا من غير عوى. عوى؟ في ايه يا زوز دي يا معلم؟ انت ما سمعتش بيقول لك من غير عوى. يلا قول. البس الشوافه بتاعتك يا خفيف. يلا حبيبي اطلع. انت كمان حفتريا، ايه اللي بتعملوه ده؟ الله الله الله. في ايه؟ بنت اسبح اركب استلم ابراهيم استلم اطلع مطر. كلمتين ملهمش تالت. تروح لولي نعمتك اللي مشغلك وتقول لو عايز يشوف بنته تاني اللي قتلت ابني في بطنها يوصلني باللي مشغلينه بره ويخلع هو كده. بتعادي الكل، الكل مصارينه في ايدي والكل روحه تحت جزمتي. ومن النهارده مفيش بضاعه هتمشي في السوق غير بضاعه افندينا، ومش هسيب خرم ابره لحد من كلابه. السوق تربه مفتوح بقها ما بتبلعش الا للي استقوى ويفتكر روحه فوق قوانينه. خلي غيرك ياكل من وراك. وانت مالك؟ انت يا دوب مرسال. امرك يا افندينا، بس في كلمة لازم تسمعها. ارغي في المري. جلسة رمانة بكرة. روح لها المحكمة. وقت جنبها. عشان حتى بالمرة تطمن على ابنك. ابني. هي ما نزلتوش. أمال هي مش عايزة تقابلك طول الفترة اللي فاتت دي ليه؟ استخدم عقلك صح مرة بقى يا أخي، يمكن تشوف اللي أنت مش قادر تشوفه.